اوكي، هلا حنحكي عن اللود اللي هو هويست سيستم. الهويست سيستم زي ما حكينا بيميزه انه كونستنت تورك لود، يعني بيتطلب نفس التورك مهما كان السرعه اللي ماشي عليها. في عندنا هون داخل عليه تورك اللي هو جاي من الموتور بعد ما يطلع من الجير بوكس، وطالع منه تو اوتبوتس بيهمنا منهم فقط واحد اللي هو الاوميجا اللي حنرجعه برضو على الموتور. ندخل لهون، هاي التورك اللي جاي من الموتور مندخله على سيمولينك بي اس كونفرتر، يعني هو اصلا سيجنال فمنحوله لفيزيكال سيجنال، بعدين مندخله على تورك سورس. هسا في عنا اصلا تورك معاكس جاي من اللود اللي هو اوت اوف بالانس تورك، وفي عنا انيرشا موجوده باللود. ايفنتشوالي حيطلع عنا الفا واوميجا وثيتا. في عنا هون روتيشنال سنسور، ايديال موشن، ايديال روتيشنال موشن سنسور، حناخد منه الأوميجا والثيتا زي ما حكينا، اللي مهمنا حاليا فقط الأوميجا، لكن نقدر نعرض الثيتا عشان نتأكد من حركة السيستم. هسا أوميجا وثيتا وألفا كلهم عبارة عن physical signals، فمنضطر نحورهم بالconverter الثاني اللي هو عكس اللي حكيناه هون اللي هو PS2 Simulink، ومناخدهم as outputs. ناخد الأوتبوت من هون بيدخل على Gearbox. هلا Gearbox حيعمل ماتشنج بين التورك والسبيد ما بين الموتور واللود. في عنا من ناحية الموتور، الموتور هو الهاي سبيد شافت. الموتور بتميز انه الشافت تاعه بيدور بسرعة عالية الى انه التورك منخفض، فاللي حنعمله انه نضخم التورك بنسبة معينة اللي هي 49 او شو ما كانت النسبة تاعت الجير بوكس ريشيو، وبرضه حنضربه بفورورد افيشنسي، هاي حتقلل شوي من التورك اللي طالع، وبنعطي هذا التورك للو سبيد شافت. هسا زي ما شفنا في الفيديو الاول اللو سبيد شافت كان عليه حوالين 1000 نيوتن متر، بينما الهاي سبيد شافت كان عليه حوالين 24 نيوتن متر. هسا بالنسبه للسرعه، السرعه على اللود حتكون منخفضه، احنا مو هامنا هون السرعه، هامنا التورك يكون مرتفع. فعشان نرجع السرعه على الموتور حنضربها بنفس الريشيو تاعت الجير بوكس ونرجعها على الهاي سبيد شافت. زي ما ملاحظين هون دخل التورك من الهاي سبيد شافت عند الموتور، طلع لللو سبيد شافت بقيمة عالية، دخل 24 حيطلع 1000، بعدين حيدخل على اللود. حيصير هون في بروسيسنج بالسيم ميكانيكس، حيعطيني الأوميجا اللي على اللو سبيد شافت على اللود شافت، حيضربها ب 49، حترتفع الأوميجا حتصير حوالين 1000 أو أقل، وحترجع للموتور. هيك الموتور حيعطيني كورسبوندينج تورك للأوميجا اللي هو شغال عليها. كم بلوك بسيط هون نحكي عنهم. اول اشي نحكي هون الروتور سبيد، طبعا هو حيعطيني اياه ان راتس بير سكند، احنا حنحوله ل 2 ار بي ام، بعدين حنوديه على دبليو اللي هي هيها هون عشان يورجيني الفاينل روتور سبيد ونقارنها باللي طلبناها اصلا اللي هون. مثلا احنا طلبنا 947 طلع عندنا 946.8. برضه هون احنا عندنا حنقيس التورك، بس التورك مش عم نقيسه بشكل مباشر، عم ندخله على مين بلوك. السبب زي ما حكينا بالفيديو السابق انه التورك فيه شوية فلكشويشنز، طبعا هو مو حتبين هون لانه السكيل عالي وريلاتيفلي هي اصلا قليلة حوالين 3-4%، بس عشان ناخد قراءة صحيحة وما يصير فيه فلكشويشنز بالقراءة على الديسبلاي مندخله على مين ومناخد الافرج تاعه. مثلا طلع عنا هون 24.01 واللي هو exactly rated torque at this speed. برضو عنا عاملين نفس الموضوع هون بالأوميجا، مدخلينها على مين في حال صار فيها fluctuations، مندخل على المين بلوك لفريكونسي، حنحكي على المين بلوك لاحقا في آخر فيديو، ومناخدها على ال LW اللي هو low speed shaft ومنعرضها هون. هلأ هيك انتهينا من الميكانيكال بارت. بالبارت الجاي حنحكي عن الإلكتريكال بارت، بعدين نحكي عن الدرايفنج.